السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق شاكر، برحب بيكم في المحاضرة الرابعة من كورس مصطلحات القانونية، وبعتذر على التأخير في نزول المحاضرة، بس ده بسبب اني حرفيا شغال لوحدي، وانا اللي بعمل مونتاج وبعمل ديزاين الفيديو وبجهز كل حاجة، فاعذروني على التأخير. وفي المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم عن حاجة او عن مصطلحات الليجال بروفيشن، او المصطلحات اللي انا هحتاجها لو اشتغلت في وظيفة قانونية او ترجمت مثلا اعلان دعوة او اعلان قضية او صحيفة دعوة او اي حاجة ليها علاقة بالمحاكم، وان انا اشتغل وظيفة قانونية سواء محامي او قاضي او اي او شؤون قانونية او اي حاجة او مكتب محاماة او اي حاجة ليها علاقة بالليجال بروفيشن، هي اللي هنتكلم عن مصطلحاتها في المحاضرة دي. وفي الثلاث محاضرات اللي فاتوا اتكلمنا في اول وتاني محاضرة عن الليجال كونتراكت تيرمز اللي هي مصطلحات العقود، وفي ثالث محاضرة اتكلمنا عن مصطلحات اللو اوف تورت اللي هو قانون المسؤولية التقصيرية، واتكلمنا عن ده باستفاضة وعن ده باستفاضة. فبسم الله نبدأ محاضرتنا النهاردة، وفضلا يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، علشان دي أقل حاجة ممكن تساعدونا بيها علشان نستمر ونقدم كل ما هو مفيد إن شاء الله. وأول مصطلح معانا هو the court sentencing. the court sentencing، وده بقوله لما المحكمة بتحكم بعقوبة. طب لو المحكمة برأت بقول the court acquitted. the court acquitted، وقلنا the court acquitted ده هتلاقيه موجود في الفيديو التاني، فنفرق بين لما المحكمة بتحكم بعقوبة يبقى the court sentencing. طب لو المحكمة برأت حد يبقى the court acquitted. بعد كده عندي مصطلح act 4، وده معناه ينوب عن act 4. Act 4 ينوب عن، يعني في حد نائب عن المدعي اللي هو كلايمنت او المدعي عليه اللي هو بلانتيف، يبقى لو عايز اقول Act 4 بلانتيف مثلا او Act 4 كلايمنت، يبقى المحامي لما يقولك مثلا حاضر عن كذا دي معناها Act 4. بعد كده عندي Allegation اللي هو الادعاء، تمام. بعد كده عندي appear، ودي معناها حضر امام المحكمة او مثل، مش مثل، مثل. appear دي لو في اي حاجة تاني غير القانون هتترجم يظهر، لان appear يظهر مع عكسها disappear يختفي، انما في القانون معناها مثل او حضر امام المحكمة. advocacy دي مرافعة، advocacy معناها مرافعة. عندي كلمة أو مصطلح to be based somewhere. أنا بدأ في النطق لأن في اللي طلب مني إن أنا أبدأ في النطق وأظهر الحروف وأظهر الكلمات، فيعني عشان محدش ياخد يقول يعمل لي كومنت عن النطق، أنا بدأ في النطق عشان ناس معينة طلبت ده. وto be based somewhere دي معناها الكائن او الواقع مقره فيه، ودي بتبقى لو انا بترجم اعلان دعوة او اعلان، اي اعلان مثلا موجه على مكتب او محل اقامة المدعي عليه، لان المدعي لما بيجي بيرفع دعوة بيعلن صحيفة الدعوة على يد محضر لمين؟ للمدعي عليه. فعلشان لو لقيت المصطلح ده على بعضي او الكائن او الواقع ما قره فيه باللغة العربية اترجمها to be based somewhere. بعد كده عندي eligible for ودي معناها جدير بي او مؤهل، ودي ممكن الاقيها امتى؟ لو انا مثلا قاصر 18 سنة بس اقل من 21 سنة، ودي هتلاقيها اللي في كلية الحقوق هيلاقيها قدامه فرقة تالتة في قانون التجارة، هيعرف ان القاصر اللي اقل من 21 سنة بس عنده 18 سنة مسموح له بممارسة التجارة، بس بايه؟ باذن من المحكمة. مسموح له بممارسة التجارة بإذن من المحكمة. فأنا لما أروح أقدم إذن للمحكمة إن أنا عايز أتاجر أو أمارس التجارة بالفلوس اللي أنا ليا عندكم، المحكمة هتقول لي eligible for، يبقى أنت أهل أو جدير بممارسة التجارة لحد ما تكمل 21 وتبقى حر التصرف في جميع أموالك، يبقى eligible for. وطبعا ده على سبيل المثال للحصر. وعندي بعد كده carelessness.
carelessness. carelessness ودي معناها إهمال أو تقصير أو تقاعس. carelessness عكسها duty of care اللي قلناها الفيديو اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت اللي هي معناها واجب الحرص أو واجب العناية. carelessness عكسها duty of care. بالف 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 ودي معناها مأمور أو محضر أو حاجب. زي ما قلنا لو أنا عايز أعلن صحيفة الدعوة بتتعلن على يد محضر، والحاجب ده اللي بيبقى جوه المحكمة، والمأمور بنفس معنى المحضر. في بلاد فيها المأمور بنفس معنى المحضر. يبقى eligible for carelessness بالف to be based somewhere. ناخد بالنا من النقطة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا وبتلخبط ناس كتير سواء في الترجمة أو في فهم القانون بشكل عام. أنا عندي الكومن لو ده لو في مصر أنا هترجمه القانون العام وهيكون معناها القانون العام، ودي ما فيهاش أي مشاكل ولا أي نسبة خطأ. طب لو في الإنجليش ليجال سيستم أو في إنجلترا هيكون معناه القانون العام برضه، بس المضمون بيختلف. بيختلف ازاي؟ ان القانون العام عندهم هي مجموع القوانين او مجموع القواعد اللي مش مكتوبة، اللي هي من العرف custom and tradition للعادات والتقاليد. لان العرف معناه ايه؟ العرف هو يتكون من عنصرين، عنصر مادي ومعنى. والعنصر المادي هو ان انا امارس عادة معينة مع والعنصر المعنوي مع الاعتقاد في الزامية هذا. بل العرف هو ممارسة مجموعة من الناس في وقت معين او في زمان معين لعادة معينة مع اعتقادهم بالزاميتها. فالعرف عندهم مصدر مهم جدا 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 من مصادر القانون. ده فين؟ ده في اليوكي او في الانجليش ليجال سيستم او في المملكة المتحدة. يبقى الكومن لو عندنا معنى القانون، عندهم ضيف عليها سوابق قضائية تمشي، عرف تمشي، عادات تمشي، تقاليد تمشي، نون ريتن لو قوانين غير مكتوبة تمشي. كل ده عندهم يندرج تحت مسمى القانون العام. انما احنا عندنا القانون العام اللي هو القانون العام بتاعنا اللي احنا عارفينه. بعد كده codified system وده عكس الكومن لو. عندهم برضو codified system اللي هو القانون المكتوب او المدون، اللي هو مثلا زي الدستور كده، ده codified. احنا عندنا اغلب القوانين بتاعتنا codified، لانما عندهم جزء كبير من القانون مش codified او مش مكتوب. يبقى codified system و common law. بعد كده عندي statute ودي معناها تشريع، نفس معنى كلمة legislation تشريع، وممكن تمشي بمعنى كلمة قانون، بس هو المعنى الادق والاصح والافضل ليها ان انا ترجمها تشريع. بعد كده عندي body of law دي اللي هي مجموع القوانين بقى او نصوص القوانين نفسها اسمها body of law. يبقى النصوص نفسها اسمها body of law ومجموع القوانين اسمها body of law. بقى عندي الكومن لو والcodified system والستاتيوت والbody of law. عندي legal practice ودي معناها محاماة، legal costs ودي الأتعاب القانونية. right of audience وده معناه حق المرافعة. وعندي litigation ودي معناه خصومة أو مقاضاة. بعد كده عندي sue judge والاثنين معناهم قاضي. عندي lawfare مكتب محاماة. وعندي serve a claim ودي تقديم او ابلاغ الدعوة. لكن عندي كلمة judgment ودي معناها حكم. وعندي plead a case ودي معناها ترافع عن قضية. وعندي كمان facilities ودي معناها تسهيلات. valid ودي صحيح قانوني او بالشكل القانوني الصحيح. valid عكسها invalid. draft a document يعني معناها كتابة او صياغة مستند. draft a document. straightforward ودي سهل الفهم، direct مباشر على طول يعني. subject to a status ودي معناها مرهون بحالة معينة او بصفة معينة. زي ما زي مثلا انت قلنا قبل كده انك لو قاصر اقل من 21 سنة
مش هتبقى كامل الأهلية ومش هتبقى حر وتصرف في نفسك أو في فلوسك غير لما تكمل 21 سنة، يعني مرهون بإنك تكمل السن القانوني اللي هو سن اكتمال الأهلية اللي هو 21 سنة. Validate something. ودي معناها إن أخلي شيء مقبول قانونا، أشوف أوجه العوار أو العيب القانوني اللي فيه وأخليه مقبول قانونيا. Validate something. وآخر 4 مصطلحات معنا هما Conveyancing. ودي معناها انتقال ملكية عقارية، مش منقولات، انتقال ملكية عقارية. طب إيه العقار وإيه المنقول؟ العقار ببساطة هو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف، عكس المنقول عادي أنقله من مكان إلى آخر وكده. وده الفرق بين العقار المنقول، ومفيش تعريف في القانون المصري للمنقول. كل ما هو ليس عقار اللي ما تنطبقش عليه شروط العقار هو منقول. كان عندي discriminate، ودي معناها تفرقة أو تمييز أو عنصرية، يعني تنفع تترجم عنصرية discriminate تمييز. وممكن برضو discrimination يعني نفس المعنى discrimination. وعندي divorce ومعناها طلاق، divorce. وgrounds أسباب أو مصوغات أو دوافع، ودي في المحاكم بتتقال إبداء الأسباب أو مصوغاتك في الدعوة اللي انت رافعها أو إيه دوافعك لارتكاب الفعل الفلاني كذا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من كورس المصطلحات القانونية. كان معكم طارق شاكر من قناة على المعرفة، اتمنى اكون قدمت لكم افادة، وما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان نقدر نستمر ونقدم كل ما هو مفيد. وان شاء الله قريب هنبدأ التدريب العملي، وهيكون فيه برضو شرح للمواد في مختلف الفرق اللي بتدرس قانون، سواء كلية حقوق او كلية شريعة وقانون، بس تركيزنا هيكون على المواد العربية اكتر من الانجليش لاسباب هنبقى نقولها بعدين. واحنا هدفنا من ده ان احنا نمنع استغلال الطلبة سواء في الكورسات او في غيره. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.